على سلم طائرته الرئاسية، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل الآن إلى أوساكا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. عدد كبير من القضايا بانتظار أن يتم بحثها مع الرئيس الأمريكي، على رأسها الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وملف الأزمة الإيرانية الأمريكية. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهد ببذل أقصى ما بوسعه خلال الأيام المقبلة لتفادي تصعيد عسكري بين إيران والولايات المتحدة، وقال بأن أوساكا ستمثل فرصة لبحث هذه المسألة مع الرئيس الأمريكي الذي يصل صحبة ابنته إيفانكا وزوجها جاريد كوشنر. إذن الرئيس الأمريكي يستقل سيارته الرئاسية التي تنتظره في أرض المطار، إذن يصل مع ابنته، يبدو أنها رفقة ابنته، لا أدري إذا كان جاريد كوشنر يرافقها. على كل حال الرئيس الأمريكي إذن يصل إلى أوساكا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين. الرئيس الأمريكي كان قبل أن يصل إلى أوساكا تحدث عن الملف الإيراني وقال بأنه إذا تم رفض التفاوض من أجل